مرحبا يا شباب، انتظرنا في حلقة جديدة في كورس صيانة كنترول السيارات. حيتم شرح جهاز اختبار الكنترول على الطاولة. طبعا الجهاز غير مكلف وعبارة عن محاكاة لجهاز الباور سبلاي لاختبار الفولت. طبعا جهاز الباور سبلاي مكلف جدا وغالي جدا. قمنا بعمل جهاز بتكلفة لا يتجزأ عن $10، مرفق فيه عبارة عن اوبدي 2، مجموعة كوابل وساعة فولت ديجيتال. قمنا بشبك الأسلاك الخاصة بالكنترول على الجهاز. هنقوم الآن باختبار الجهاز عن طريق الوصلة الفاج. هنقوم بتشغيل واجهة برنامج الفاج. هنختار سيليكت، هنختار انجن، ندخل على لوحة المحرك، هندخل فول كود قراءة العطال. مثل ما احنا ملاحظين يا شباب تم الدخول. بأقل التكاليف عندنا مدخل الاوبدي 2، قمنا بشرحه في الحلقة السابقة. قمنا بتشغيل الجهاز لوصلة الفاج الخاصة موقع روستيك الخاص بوصلة الفاج. طبعا بإمكانك اختبار الكنترول على جميع الأجهزة. هنشبك الآن جهاز تي 300 أيضا يتأكد. هنشبك الوصلة الخاصة بجهاز تي 300. عندنا الوصلة الاوبدي 2. هنشبك الوصلة الخاصة بجهاز تي 300 عن طريق الاوبدي 2. مثل ما احنا ملاحظين يا شباب تم تشغيل الجهاز بنجاح. بقدر في حاله ادخل على الانظمه. قمت ادخل باسوره الجهاز. مثل ما ملاحظين يا شباب تابعونا في الحلقه القادمه الخاصه بكنترول السيارات على قناتنا اوتوسكان.